بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستنباط من الآية العظيمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى هذه الفائدة، أن فروض التيمم الوجه والكفان، والمراد بالوجه كما سبق في الوضوء، كما سبق بيانه في الوضوء، والمراد بالكفين اليدان، مراد بالكفين اليدان، وهما من مفصل الزند الذي يجمع بين الكف وبين الذراع، هذا هو الكف، وهذه هي اليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف، فإن أريد الذراع فلا بد أن ينص عليه، ولهذا قال: وأيديكم إلى المرافق. والمرافق هي المفاصل التي تجمع بين العضد وبين الذراع. فهذه فروض التيمم، وصفته أن يضرب التراب ضربة واحدة بباطن كفيه مبسوطتين، ثم يرفعهما فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة، هذا هو الأصح. وإن تيمم وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس بذلك، لكنه خلاف الأفضل والأصح. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لأنه إذا وجد المبدل فإنه يترك البدل، والتيمم بدل عن الماء، فإذا وجد المبدل اكتفي به، وما دام لم يوجد فإنه يتيمم ولو طالت المدة، قوله صلى الله عليه وسلم: أو كان لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم ولو طالت المدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. دل هذا على أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء إلا لمن كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء أو يشق عليه، أو كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته وطهارته، فإنه يقدم حاجته ويتيمم عن الطهارة، يتطهر بالتراب، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الجهال يتيمم ولو كان عنده الماء وهو يقدر على استعماله، كما يذكر عن بعض الأعراب، ويقولون: عفور والله غفور. هذا من الجهل والعياذ بالله، ولا تصح صلاتهم. كما يؤخذ من هذه الآية أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو من غير شهوة،
لكن المراد به المس مباشرة من غير حائل. هذا إذا فسر المس، إذا فسر لامستم بمعنى لمستم، وأما إذا فسر لامستم بمعنى الجماع فهذا معنى آخر رجحه كثير من الأئمة، أن المراد بالملامسة الجماع. فعلى هذا لا يكون مس المرأة ناقضا. وعلى قول من يرى أن مس المرأة ناقض، فبعضهم يقيدها بالشهوة لأن المس مظنة حصول الشهوة وخروج شيء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة إذا كانت مظنة غالبة، كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج فيها، وهذا من نعمة الله سبحانه على عباده أنه جمع لهم بين الطهارة من الحدثين وبين اليسر ورفع الحرج. ولهذا يجب أن يشكر الله جل وعلا، قال ولعلكم تشكرون. كما يؤخذ من هذه الآية بيان الحكمة من مشروعية التيمم، وأنها لرفع الحرج عن هذه الأمة، فلا يقول أحد أنا لا أعتبر التيمم، لا بد من الماء، فقد يترك الصلاة، قد يترك الصلاة ويقول أنا لا أجد الماء فليس علي صلاة، أو صليها إذا قدرت، كما يقع من بعض المرضى في المستشفيات. ويؤخذ من هذه الآية أن التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله أنه يقوم مقام الماء، وأنه رافع للحدث، ويفعل به ما يفعل بالطهارة بالماء، فيصلي فيه ما شاء في داخل الوقت وخارج الوقت ما دام أنه لم ينتقض وضوءه. فالتيمم يقوم مقام الماء، فهو رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط كما يقوله بعض الفقهاء. كما يؤخذ من هذه الآية العظيمة إثبات الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى، والإرادة صفة من صفات الله العظيمة، فهو فعال لما يريد. والإرادة قسمان: إرادة كونية وهي التي لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله وقد لا يحبها، كإرادة الإيمان من المؤمن وإرادة الكفر من الكافر كونا وقدرا. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، قد يقع المراد وقد لا يقع. فالله يريد الإيمان من الكافر لكنه عصى وكفر بالله سبحانه وتعالى، كما أن المراد الشرعي يحبه الله جل وعلا، بخلاف المراد الكوني فقد لا يحبه الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذه الآية وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى، وهو الاعتراف بنعمته والتحدث بها وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه على نعمه وتيسيره ولطفه بعباده، فإنه جمع لهم بين أداء الواجب مع اليسر والسهولة، سهل عليهم أداء الواجب
وأداء الفرض بما شرعه لهم سبحانه وتعالى. فهذا يوجب على العباد الشكر وطاعة الرب سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.